ايه بس ابدا الاول بسؤال الاستاذ ايمن. انا شفت حضرتك واحنا شغالين التقرير شغال، حضرتك كتبت بعض الملاحظات، أيوة. فرايك ايه في الارقام اللي اتقالت؟ راي حضرتك ايه في توصيف المشكله اللي عندنا؟ هل هي بالفعل ازمه ولا احنا بنبالغ لما بنقول انه عندنا نقص حاد في اعداد المعلمين في بعض المدارس؟ التقرير في حاجات مظبوطه وفي حاجات مش محتاجه اوضحها شويه. اتفضل يا فندم. تمام. المظبوط ان في عندنا عجز في المدرسين، وعجز شديد وصل للازمه. احنا كده وصلنا للازمه في العجز فعلا. السنه دي بالذات وصلنا للازمه. اما في التقرير سبب الازمه مش سوء التوزيع. سوء التوزيع تلاشى في خلال السنتين اللي فاتوا او الثلاث سنين اللي فاتوا. احنا قلنا قد يكون احد قد الاسباب يكون هو سوء التوزيع. ما عادش بقى خلاص سوء التوزيع لسبب ان في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا دول او السنتين اللي فاتوا ما فيش تعيين جديد، فاصبح هيسد العجز ازاي؟ بان احنا سوء التوزيع اعدل سوء التوزيع، فبدا في السنتين اللي فاتوا دول او الثلاث سنين دولت سد العجز من سوء التوزيع، فاصبح دلوقتي ما عنديش سوء توزيع او بنسبه قليله جدا. فحته سوء التوزيع بالنسبه لدي خلاص يعتبر انه حضرتك مش شايف انه ده سبب رئيسي لا دلوقتي. مش سبب رئيسي كان خالص. لكن ما بقاش كان. دلوقتي كان طيب. دلوقتي امال السبب الرئيسي ايه يا فندم؟ اما احنا عندنا بقى علشان نوصف صح بقى في عده اسباب للعجز في المدرسين، والاسباب دي كتيره. عشان نعرف الازمه كبيره ازاي هنشوف اسباب العجز كلها. اول حاجه لما ببني فصول جديده او ببني مدارس جديده محتاج لها مدرسين جداد. طبعا. صح ولا غلط؟ طبعا. طيب على الاقل كل فصل بيتبنى محتاج ثلاث مدرسين، ده الاحصائيه العالميه. لا انا هقول كل فصل ثلاث مدرسين مقابل كام تلميذ؟ كل فصل. كام تلميذ؟ بتتحسب كده؟ لا بتتحسب عدد التلاميذ برضه. حسب الفصل. ايا كان في كام؟ ايا كان في 20 في 70 ايا كان. الفصل تعدد كثافات. تمام. بتحدد على حسب الكثافات. طيب لا احنا هنقوله مثلا احنا بنبني مثلا الفتره اللي فاتت بنينا 20,000 فصل مثلا. زي ما بيقولوا احنا بنينا 26,000 فصل، يبقى محتاجين على الاقل مثلا مش هنقوله ثلاث، عايز مدرس واحد للفصل يبقى 26,000 مدرس. هل احنا عينا 26,000 مدرس في خلال الفتره اللي فاتت ديت؟ طبعا ما حصلش. عينا كام؟ عينا كام؟ عندنا احصائيه؟ لا لا الثلاث سنين اللي فاتوا دول ما عيناش حاجه غير ال 30,000 من اربع سنين. دول تعيين دائم؟ لا اقل يعني على قوه على قوه الجهاز الاداري للدوله. قوه الجهاز الدوري بس ما كانوش من معلمين اربع سنين. ما كانوش؟ معلمين كلهم. امال ال 30,000 تعيين دول؟ لا 30,000 معلمين كلهم. باحث قانون يا استاذي واخصائيات اجتماعيات. طيب يا فندم. مش معلم. طيب. تمام. ده بناء الفصول ومدارس جديده طبعا محتاجين لها مدرسين. رقم اثنين الخروج على المعاش والوفاه والاستقالات. ازمه كبيره دلوقتي. والاعاره بره. لما انا جاي لحضرتك بكل حاجه للاسباب كلها. المعاش المبكر دلوقتي قانون الخدمه المدنيه بيقول لك تطلع معاش مبكر 50 سنه واديك خمس سنين بيشجعك انك تخرج معاش مبكر، و55 برضه واديك خمس سنين وتطلع كانك خارج 60. فالسنه دي بالذات كتير اعداد كتيره بتقدم معاش مبكر. طيب الاعراض للخارج والتعاقدات الخارجيه في اعراض اهو. كل ده حضرتك قلت لي ما فيش اعراض ليه؟ في اعراض الاجازات. لا معلش انا هقول الاجازات. طيب. الاجازات ورعايه الطفل ورعايه الاسره وتحسين الدخل وكافه انواع الاجازات المختلفه والاجازه بنص اجر، دي كلها مدرسين خارجين. بعد كده الترقيات، لما يجي يترقى مدرس يطلع مدير مدرسه ويطلع وكيل مدرسه او يطلع موجه ما بقاش مدرس قسم. خلاص ما بقاش مدرس. ما بقاش مدرس. نقل. بس انا محتاجه برضه في الحته دي. فبس انا خدت برضه العجز ماشي بزين. انا محتاجه كباحث او كناظر او كمدير. بس انا عجز فقدته. عامل العجز فين؟ فقدته كتدريس بالظبط. طيب العجز الكلي او المرض او العجز الجزئي ده برضه بيقلل بيزود العجز. الندب للادارات والندب للمديريات والندب للوزاره والندب للوزارات الاخرى ده برضه بيزود العجز. الندب في حاجه بقى جديده يعني عملناها جديده، المدارس اليابانيه. افترض انا لما اعمل مدارس يابانيه او اعمل مدارس ستيم او اعمل ما اجيبش من الجهاز المدرسين بتوع اللي شغالين، لا اجيب انا بديت مدارس جديده اجيب مدرسين جداد. ليه؟ لو انا خدت اللي بيحصل دلوقتي ان انا بسد العجز في المدارس اليابانيه او هيئه التدريس في المدارس باخدها من المدارس الايه؟ العاديه بتاعتنا، وباخد اكفأ ناس اوديها. تبقى انا برضه عملت عجز هنا في مقابل المدارس ديت سددت فيها العجز او جبت لها هيئه تدريس من الموجوده هنا وما سددتش مكانهم، يعني خدتهم من هنا وديتهم هنا وما جبتش مكانهم.
كل الاسباب دي ادت لان احنا وصلنا للعجز اللي احنا فيه حاليا السنه دي، بان السنه دي قوي. فكل الاسباب دي بيخرج كل دولت وما يجيش مكانهم. يعني زي ما بالظبط الاستاذ سعيد قال، تمام، انا عندي ناس كثيره بتخرج ما عنديش في المقابل اللي بيدخل، ما عنديش حد بيدخل، ما فيش. بيخرج ليه؟ بيخرج نتيجه الاسباب اللي حضرتك ذكرتها دي، احد الاسباب دي كلها. وبعدين ما فيش خطه لسد هذا العجز. طيب قبل الخطه بقى واستراتيجيه الدوله والتعامل معها.